لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، أهلا بكم في درسنا السابع من دروس العلوم تاني إعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس التكاثر في النبات. حد يقدر يعرف التكاثر؟ إيه معنى التكاثر؟ لو أنا جيت قلت إيه معنى التكاثر، إحنا نمسك كده العنوان بتاع الدرس نبدأ نعرف إيه معناه الأول. إيه معنى التكاثر؟ التكاثر ده عملية حيوية بيقوم بها الكائنات الحية بهدف استمرار النوع والحفاظ عليه من الانقراض وإنتاج أفراد جديدة نفس النوع. ده معنى التكاثر. فأنا لما أقول تكاثر في النبات يبقى أنا كده خصصت إن عملية التكاثر دي بيقوم بها النبات. يا ترى إيه هو عضو التكاثر في النبات؟ مين اللي بيقوم بالتكاثر في النبات؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكاثر في النبات العضو اللي بيقوم بيه هو الزهرة. التكاثر الجنسي لو احنا خرجنا في حديقة عامة او في حديقة المدرسة هنلاقي الزهور بألوانها البديعة، ألوانها الجميلة. عايزين نعرف اما ان الزهرة هي العضو المسؤول عن عملية التكاثر في النبات، يا ترى الزهرة دي بتتركب من ايه؟ نمسك الزهرة النموذجية. ولما اقول زهرة نموذجية مقصود بيها زهرة متكاملة بكل المكونات الزهرية وكل المحيطات الزهرية الأربعة. الأول الزهرة موجودة فين على النبات؟ بنلاقي إن الزهرة بتنشأ من برعم زهري بيخرج عادة إبط ورقة تعرف بالقنابة. ممكن المحور بيكون موجود عليه عدد من الأزهار بيسمى النورة في الحالة دي. ده جزء في تركيب الزهرة، ورقة كده صغيرة. ثواني كده نشوف صورة توضحها. ورقة صغيرة متحورة هنشوفها دلوقتي واحنا بنتكلم عن تركيب الزهرة. هنيجي دلوقتي نشوف الزهرة ونشوف القنابة دي شكلها عامل ازاي. المفروض ان احنا هنبدأ دلوقتي نعرف ايه تركيب الزهرة النموذجية. هنبدأ نمسك زهرة النموذجية ونبدأ نفحصها عشان نعرف الأجزاء بتاعتها. ده شكل تخطيطي للزهرة النموذجية. طب اسمك ايه بقى؟ على فكرة الموضوع ملوش علاقة بالإيميل، يعني انتي لما بتدخلي الغرفة بيطلع لك كده مربع بتسجلي فيه الاسم. انتي بتسجلي الاسم يا إيمان، مش شرط ان ملوش علاقة بالإيميل، يعني الغرفة ملهاش علاقة بالإيميل. بلاقي عندي الزهرة من أربع محيطات زهرية. أربع محيطات زهرية. نمسك كده الأشكال بتاعتهم والأسماء و الأوراق المكونات بتاعتها. أول محيط اللي هو الكأس
ده بيتكون من أوراق تسمى السبلات. السبلات دي اللي هي الورق الأخضر اللي بيكون من الخارج محيط بالزهر. التويج ده بيتكون من أوراق بتسمى البتلات. البتلات دي شكلها عامل ازاي؟ ألوانها زاهية، ألوانها جميلة، ليها ريحة عطرية في الغالب. المحيط الثالث اللي هو ده بيتكون من بتسمى بالأسدية، مفردها سوداء. السوداء دي شكلها عامل ازاي؟ عبارة عن خيط رفيع في آخره موجود انتفاخ. آخر محيط في الزهرة النموذجية اللي هو المتاع، ده بيتكون من أوراق تسمى بالكرابل. الكرابل دي عبارة عن أنابيب مجوفة، شكلها عامل زي القارورة أو شكل القلة، بتوجد في مركز الزهرة موجودة في النص. ده شكل القنابة خرجت إمام. ده شكل القنابة اللي احنا كنا بنقول عليها، ودي وده الساق، وادي الزهرة بتخرج من إبط القنابة اللي هي في النص. بلاقي ادي الحامل الزهري اللي هو بنقول عليه غصن الزهرة، الحامل الزهري، بعدين في انتفاخ بيسمى بالتخت. أول حاجة بقابلها من في الزهرة من بره اللي هي الورق الأخضر اللي احنا بيتكون من اللي هو الكسر، بيتكون من سبلات. بعد كده بقابل الورق الملون اللي احنا قلنا عليه التويج، والورقة الواحدة بنسميها بتلة. بعد كده المحيط الثالث اللي هو الطلع، قلنا بيتكون من أسدية، هو خيط رفيع وانتفاخ في الآخر اللي هو بنسميه المتق. في النص موجود مين؟ موجود المتاع. المتاع قلنا كرابل، ادي الكربلة الواحدة شكلها عامل زي القارورة أو شكل القلة، من تحت انتفاخ بنسميه المبيض، في النص عمود طويل كده بيسموه القلم، وفي النهاية الميسم. القنابة هي شكلها يا إيمان اهي، ورقة صغيرة بس شكلها اتحور، وادي الزهرة بتخرج منها عشان انت كنت بتسألي عليها. نيجي نشوف محيط محيط ونشوف ايه فايدته للزهرة، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقه للزهرة. ده كأس اهو، شايفين الورق الأخضر اللي من بره اهو موجود فين؟ موجود في الخارج، ده محيط خارجي، أوراقه لونها أخضر خضرة. الورقة الواحدة بنسميها سبلة زي ما احنا قلنا. ايه وظيفة الكأس؟ أي حاجة خارجية عندي يبقى وظيفتها الحماية. هتحمي ايه؟ هتحمي الأجزاء الداخلية للزهرة، وخصوصا قبل تفتح. يبقى تاني كده، الكأس عبارة عن ايه؟ محيط خارجي بيتكون من مجموعة أوراق. الورقة الواحدة بتسمى لونها أخضر، وظيفتها ايه؟ حماية الأجزاء الداخلية للزهرة وخصوصا قبل تفتح. بعد كده لو أنا شلت دخلت بعد الكأس هلاقي المحيط الثاني اللي هو التويج.
التويج ده المحيط اللي هو يلي الكأس، تاني محيط بعد الكأس على طول للداخل. بيتكون برضو من مجموعة أوراق، الورقة بتاعت الأوراق دي بتسمى بتلات. إيه صفات الأوراق دي؟ قلنا ليها صفتين، ألوانها زاهية جميلة، ليها ريحة ذكية. موضوع الريحة ده مهم لجلب الحشرات عشان تجذب الحشرات، دور مهم في عملية التكاثر. احنا قلنا أصلا إن الزهرة موجودة في النبات عشان تقوم بدور التكاثر، فالحشرات بيكون ليها دور. كمان التويج بيشترك مع الكأس إن هو بيعمل حماية لأعضاء التكاثر. طيب ناخد كده معلومة إسرائيلية، ممكن يحصل تشابه ما بين لون وشكل السبلات والبتلات، يعني السبلات اللي هي الكأس والتويج يبقى هما الاتنين لونهم واحد. زي ايه؟ زي زهرة البصل، بنلاقي ان لون وشكل الذات والبتلات زي بعض، فهما الاتنين مع بعض بيسموهم الغلاف الذهبي. الكأس والتويج مع بعض بيطلق عليهم اسم الغلاف الذهبي. ناخد كده المحيط الزهري الثالث وهو الطلع. الطلع ده المحيط الثالث واحنا داخلين جوه الزهرة بعد التويج على طول، اسمه الطلق. قلنا أوراقه بتسمى الأسدية. السوداء الواحدة بتتكون من خيط رفيع بينتهي بفخ، بيعرف بإيه الانتفاخ ده، بيسمى المتق. المتق بيتكون من فصين، كل فص فيهم موجود فيه حجرتين. الحجرة الواحدة كل حجرة فيها حبوب اللقاح، كل حجرة فيها حبوب كده. ادي السوداء خيط رفيع منتهي بانتفاخ اللي هو المتق. ده المتق اهو، هو بيتكون من فصين، فص ودي فص. قلنا كل فص فيه حجرتين تحتوي على حبوب اللقاح. آخر محيط زهري معانا اللي هو موجود في نص الزهرة بالظبط، اللي هو المتاع. ده المحيط الرابع والداخلي، أوراق بيتكون برضو من مجموعة أوراق. الورقة بتاعته الواحدة تسمى كربلة. الكربلة دي شبه القارورة، القلة. حد شاف القلة خالص ولا في التلفزيون حتى؟ طيب بتتكون من ايه الكربلة؟ بتتكون من ثلاث اجزاء. الجزء السفلي بيكون عبارة عن انتفاخ بيسمى المبيض. بعد كده جزء رفيع طويل بيسمى القلم، له فتحة بتسمى الميسم، والمبيض بيكون محتوي على البويضات. يبقى كده احنا عرفنا مكان حبوب اللقاح فين ومكان البويضات فين. قلنا فين حبوب اللقاح؟ حد فاكر؟ قلنا حبوب اللقاح موجودة فين؟ موجودة في غرف المتق. ايوه،
بالظبط. في الغرف أو الحجرات، تمام. أما البويضات بتكون موجودة في المبيض اللي هو قلنا المبيض ده جزء من الكربلة، والكربلة دي ورقة من أوراق المتاع. يبقى نيجي كده نفكر بعض كده ونصحصح، اسمه عضو التأنيث في الزهرة مين؟ التأنيث. أيوه ريم صحيت أهي، قالت لنا المتاع. عضو التذكير، الطلع. يبقى كده أنا أستنتج إيه؟ إن وظيفة الطلع إن هو عضو التذكير في الزهرة، ووظيفة المتاع اللي هو عضو التأنيث في الزهرة. قلنا تركيب الكربلة. نيجي نشوف جزئية مهمة جدا وهي جنس. احنا اتكلمنا عن الزهرة النموذجية اللي هي فيها المحيطات الأربعة. طيب أنا دلوقتي لو معايا زهرة مش موجود فيها، موجود فيها ثلاثة بس، عايز أعرف إيه جنسها. هبدأ أفحص عينات زي الورد البلدي والمنصور والبتونيا والبسلة، وأبدأ أدور يا ترى هل كل الأزهار دي موجود فيها أعضاء التكاثر المذكرة والمؤنثة، ولا موجود فيها أعضاء التذكير بس، ولا أعضاء التأنيث بس. حاضر يا إيفان هجيب لك الصورة بتاعتها. زهرة البتونيا على فكرة منتشرة جدا عندنا، موجودة في البار. طيب لو لقيت إن الزهرة موجود فيها أعضاء التكاثر المؤنثة والمذكرة، عضو التذكير الأنيس، يبقى دي زهرة خنثى، زهرة خنثى. طيب عضو التأنيث بس، يبقى دي زهرة مؤنثة. لو لقيت فيها متاع بس يبقى دي زهرة مؤنثة. لو لقيت فيها عضو تذكير بس اللي هو الطلع، يبقى دي زهرة مذكر. وبتاخد كده مجموعة رموز. أيوة بالظبط كده، الزهرة النموذجية خنثى. لو زهرة مؤنثة يبقى أنا عندي كده جنس الزهرة كام حاجة؟ ثلاثة، خنثى مؤنثة مذكرة. أنثى ومؤنثة، بناخد كده مجموعة رموز. لو الزهرة خنثى بنديها رمز كده دايرة طالع منها كده سهم وعلامة كروس. لو هي مذكرة لأن هي واخدة ده رمز الدايرة وسهم مشابك فيها. لو هي مؤنثة بنلاقي إن هي سهم وطالع منه علامة كروس. ناخد كده ال اهي، دي ايه دي؟ شايفينها؟ دي مؤنث، ده رمز المؤنث. كبرها لكم كتير اهو، خلاص. طيب رمز المذكر نرسمها برضو.
اهي شايفينها؟ يعني ليهم كده حاجات غريبة هم. طب لو هي خنثى هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتجمع بين الرمزين دول مع بعض تبقى دايرة في النص، طالع منها كروس وطالع منها سهم. فأنا كده هنرسمها على بعضها اهي، يبقى شكلها كده اهو. يبقى خمسة، يبقى دي خمسة، دي نوع جنسها ايه دي؟ او الرمز ده بيرمز لايه؟ دي أنثى، دي مذكر، تمام كده. يبقى كده احنا عرفنا ان جنس الزهرة ثلاثة، اما خنثى يا اما مذكرة يا اما مؤنثة، وعرفنا كل جنس فيهم رمزه عامل ازاي، شكله عامل ازاي. طب نيجي بقى نشوف التكاثر في النبات. احنا قلنا ان النبات بيتكاثر من خلال أزهار تكاثر جنسي، أو عن طريق أجزاء الخضرية، الساق، الورقة، الجذور. فأنا عندي كده التكاثر في النبات تكاثر عن طريق الأزهار، وتكاثر عن طريق باقي الأجزاء الزهرية في الزهرة. طيب نيجي نشوف التكاثر الجنسي في النبات، وده بيتم عن طريق ايه؟ الأزهار. في ان عدو تكاثر في النبات، الزهرة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساق قصيرة حصل لها ايه؟ تحورت بعض أوراقها، ساق قصيرة تحورت بعض أوراقها ليه بقى؟ لتكوين أعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور بداخل الثمار. يبقى مرة تانية كده، الزهرة دي عبارة عن إيه؟ ساق قصيرة تحورت بعض أوراقها لتكوين أعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور بداخل الثمار. يبقى ايه هو عضو التكاثر في النباتات الزهرية؟ ها؟ لا، العضو التكاثر في النبات كله، مبقولش عضو التذكير او عضو نصف الزهرة، انا محددتش. مين اللي بيقوم بدور عملية التكاثر في النبات الزهري اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي؟ بعدين نعرف التركيب بتاعها، وبتتركب من كذا وكذا، ودي وظيفتها كذا ودي وظيفتها كذا. الزهرة عضو التكاثر في النباتات الزهرية اللي هي ايه؟ الزهرة. طيب طالما ان هي الزهرة عضو التكاثر في النباتات الزهرية وبيتم من خلالها التكاثر الجنسي، عايزين نعرف التكاثر الجنسي بيتكون او بيتم ازاي. التكاثر الجنسي بيتم على خطوتين، الخطوة الاولانية هي التلقيح، والخطوة التانية هي الاخصاب. نبدأ اول حاجة التلقيح. ازاي بيتم التلقيح، او ايه معنى التلقيح؟ احنا قلنا في تركيب الزهرة لما اتكلمنا، قلنا عندي حبوب لقاح تنتج في النطق او موجوده في النطق، وعندي ويضات موجوده فين؟ موجوده في المبيض. فايه اللي بيحصل بعد ما بيحصل نضج لحبوب اللقاح؟ يبدا النطق ده ينشق بالطول، هيتفتح، حبوب اللقاح تبدا تطير وتنتقل. هتطير هتروح فين؟ هتبدأ تنتقل من النطق إلى مياسم الكرابل،
تنزل بقى من الميسم، تعدي في القلم، تدخل على المبيض، تقابل البويضة. يبقى لما اجي اعرف ايه معنى التلقيح، يبقى هو عبارة عن انتقال حبوب اللقاح من متك الأسدية إلى مياسم الكرابل. هو انتقال حبوب اللقاح من متك الأسدية إلى مياسم الكرابل. طيب يا ترى التلقيح ده أنواعه إيه؟ أنا عندي ممكن ألاقي النبات الزهرة موجودة فيه خنثى زي ما احنا أخدنا، فممكن حبوب اللقاح تنتقل من متك الزهرة دي لميسم نفس الزهرة، مفيش عندها مشاكل، أو إيه؟ أو إن هي تنتقل من متك الزهرة إلى ميسم زهرة تانية بس موجودة على نفس النبات. ماشي؟ يبقى في الحالة دي بنسمي التلقيح تلقيح ذاتي. يبقى لما اجي اقول يعني ايه تلقيح ذاتي، هو انتقال حبوب اللقاح من متوك زهرة الى مياسم نفس الزهرة او زهرة اخرى على نفس النبات، على نفس ايه النبات ده بنسميه تلقيح ذاتي. طب لو انتقلت بقى حبوب اللقاح من متوك زهرة لميسم زهرة اخرى موجودة على نبات اخر من نفس النوع، ده بنسميه تلقيح خلطي. تلقيح خلطي. يبقى لما اجي اعرف التلقيح الخلطي بقول هو ايه؟ ايوه نفس النوع. يعني ما ينفعش مثلا حبوب لقاح نبات الفول تنتقل لمياسم كرابل نبات البسلة، كده احنا ايه؟ اختلف النوع، ما ينفعش. ده المقصود بيه ان هو من نفس النوع. يبقى ايه التلقيح الخلطي؟ انتقال حبوب اللقاح من متوك زهره الى مياسم زهره اخرى على نبات اخر، شرط ان هم يكونوا من نفس النوع. طيب نيجي ناخد كده التدريب ده ونحله مع بعض. ليه بس اتلخبطت في ايه؟ طيب يعني بس قولي لي ايه اللي اتلخبطت فيه وانا هنوضحه. بصي كده، صلي على النبي، احنا دلوقتي ماسكين عود نبات فول، ماشي مثلا يعني. استني بس، استني، عود كده نبات فول، تمام، عليه ازهار. حبوب اللقاح انتقلت من زهرة على الساق، على الساق دي بتاعت نبات الفول، لميسم نفس الزهرة اللي هي موجود فيها المدن. يبقى ده تلقيح ايه؟ ذاتي، تمام. طيب على نفس الساق برضو في زهرة تانية، فحبوب اللقاح انتقلت من الزهرة الأولى لميسم الزهرة التانية، يبقى برضو ده تلقيح ايه؟ ده احنا نفس النبات، ما طلعناش بره، نفس الساق اللي احنا ماسكينه. ذاتي في الحالة دي يبقى ذاتي، طالما ان احنا موجودين على نفس الساق ده ذاتي. لا، طلعت بقى من النبات ده من الساق دي وراحت لنبات تاني طبعا من نفس النوع، يبقى ده خلطي. عارفين زي ايه؟ اديكم مثال بسيط. مثلا في البيت، بيت بيتنا وبيت الجار، ماشي، احنا الاتنين ساكنين في نفس العمارة. انا عندي في البيت ولاد صغيرين يوسف وضي، ضي بتحب تلعب مع نفسها
وساعات تروح تلعب مع يوسف، ماشي؟ هما الاثنين خرجوا بره البيت بتاعنا؟ ها؟ لا. طيب هي ضيق كبيرة، لو ضيق خرجت وراحت عند بيت الجيران اللي قصادنا راحت تلعب مع أولادهم، يبقى هي سابت بيتنا وراحت ايه؟ بيت تاني، تمام كده؟ دي نفس فكرة ايه؟ انتقال حروب اللقاح أو التلقيح. أيوة بالظبط كده، راحت تلعب مع عيال مش اخواتها، عيال الجيران، خلاص؟ اتفهمت كده؟ فدي نفس فكرة النبات، نبات عليه أزهار، ممكن الزهرة تلقح نفسها بنفسها، النطق تلقح تنتقل من نطق الزهرة دي لمياسم نفس الزهرة، أو ممكن إيه تروح تلقح مياسم زهرة تانية موجودة إيه على نفس النبات، ده تلقيح ذاتي. لا، حبوب اللقاح انتقلت من زهرة على نبات لزهرة لمياسم زهرة على نبات تاني من نفس النوع، يبقى في الحالة دي ايه؟ ده تلقيح خلطي، خلاص؟ فهمنا كده؟ طب الحمد لله. نيجي بقى نحل التدريب اللي واقف من الصبح ده، بيقول لي عايزين نستنتج نوع التلقيح الزهري المتوقع حدوثه في أزهار النباتات التالية: أزهار نبات عباد الشمس التي لا تنمو فيها النطوق والمياسم في وقت واحد، ده تلقيح إيه؟ خلط، تمام، حلو أوي. طب اتنين، أزهار نبات الشعير التي لا تنفتح إلا بعد إتمام عملية الإخصاب، ده هي قافلة على نفسها أصلا، يبقى خلط، ذاتي، ذاتي، تمام. تلاتة، أزهار نبات الذرة وحيدة الجنس، خلط، ممتاز. أزهار نبات الكتان التي تنضج فيها المتوق والمياسم في وقت واحد، دي ذاتي، جميل أوي. فاهم كده؟ أنواع التلقيح، وضحت؟ طيب تمام، الحمد لله. طب نيجي نشوف التلقيح ده بيتم ازاي. احنا قلنا هو اللقاح بتنتقل من نطوق الزهرة الى مياسم الزهرة، ايه بقى ايه اللي هيشيل بقى حبوب اللقاح وينقلها؟ مش في لازم تكون وسيلة مواصلات؟ انا لما باجي اروح مشوار مش بركب وسيلة مواصلات. قال لي بقى الطرق بتاعتها، طرق التلقيح وسائل المواصلات بتاعت حبوب اللقاح عشان تنتقل من النطوق للمياسم. اول طريقة اللي هي التلقيح بالرياح، الهواء، الهواء بيحمل حبوب اللقاح وينقلها من نطق الزهرة لميسم زهرة تانية. أنا كنت وعدت إيمان إن أنا هوريها زهرة البوتونيا، دي الزهرة يا إيمان، عشان بس إيه قبل ما أنسى. بيتهيألي كلنا شفناها الزهرة دي، صح؟ مشهورة جدا. والله لو هي موجود فيها أعضاء التذكير والتأنيث يبقى خلطي، لو وهي وحيدة الجنس يعني المذكرة لوحدها والمؤنثة لوحدها يبقى خلطي، تمام؟ نكمل طيب عشان ما نخرجش بره الموضوع. علشان حبوب اللقاح تنتقل عن طريق الرياح، ايه المفروض الشروط اللي تكون متوفرة علشان تتم العملية دي بالنسبة لحبوب اللقاح بالنسبة للزهرة؟ قال لي أول حاجة حبوب اللقاح المفروض إن هي تكون إيه؟ خفيفة عشان الهواء يقدر يشيلها، مش كده؟ طب ده ممكن وهي بتنتقل عن طريق الهواء ممكن تتوه وما توصلش للمياسم، يبقى المفروض ايه نعوض اللي بيتفقد ده، يبقى المفروض تكون الاعداد بتاعتها كبيرة، يبقى كام صفة كده، صفتين، تكون خفيفة اعدادها كبيرة لتعويض الفاقد، تمام. طب بالنسبة بقى للمياسم،
قال المفروض ان المياسم والمتوك تكون مدلاه. المتوك مدلاه، عذرا، المتوك مدلاه عشان يسهل تفتحها بحركه الهواء، اول ما يخبط فيها الهواء تتفتح ويبدا تخرج حبوب اللقاح. طب بالنسبه للمياسم، المياسم المفروض تكون ريشيه، شكلها عامل زي الريشه، وتكون لزجه زي كان فيها صمغ كده عشان تلزق فيها حبوب اللقاح. وقلنا مواصفات حبوب اللقاح ان هي تكون خفيفه، جافه عشان يسهل حملها بالتيارات الهوائيه مسافات بعيده. ايه كمان؟ ان هي تكون انتاجها باعداد كبيره عشان تعويض الفاقد في الجو. يبقى ده اول طريقه من طرق التلقيح، اللي هي التلقيح بالرياح. نيجي نشوف الطريقه الثانيه اللي هتنتقل بيها حبوب اللقاح من المتوك للمياسم عن طريق ايه؟ الحشرات. فاكرين لما قلنا في تركيب الزهره ان التويج اوراق وملونه، وقلنا ان هي بتجذب الحشرات، قلنا الحشرات ليها دور في عمليه التكاثر، فاكرين الكلام ده؟ طيب ايه المواصفات المفروض تكون متوفره في المتوك والمياسم وحبوب اللقاح عشان يحصل تلقيح بالحشرات؟ طبعا موضوع التلقيح بالحشرات عشان يتم لازم الحشره تنجذب للزهره. هتنجذب ازاي؟ عن طريق الريحه الذكيه والالوان الزاهيه للتويج. زي مين الحشرات دي؟ زي النحل. طب ايه بقى مواصفات حبوب اللقاح؟ قال المفروض ان هي تكون لزجه. ليه لزجه؟ عشان اول ما تاجي الحشره جنبها تلزق في جسم الحشره. طب وايه تاني؟ او خشنه، يعني لزجه او خشن عشان تلتصق باجسام الحشرات الزائره. اخر نوع من انواع التلقيح اللي هو التلقيح الصناعي، ده بيحصل في نبات النخيل البلح. واول ما اقول صناعي يبقى الانسان على طول بيتدخل فيه. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيقوم البستاني او المزارع ياخد حبوب اللقاح من نتوج ازهار النخيل او نتوج ازهار النبات، ويبدا ينصرها على الازهار المؤنثه علشان يحصل التلقيح. وبعد كده يدخل على المرحله الثانيه من التكاثر الجنسي وهو الاخصاب. احنا كده قلنا التلقيح نوعين، ذاتي وخلطي، بيتم بثلاث طرق: بالرياح، بالحشرات، تلقيح صناعي. الخطوه الثانيه من خطوات التكاثر الجنسي في النبات اللي هو الاخصاب. ايه معنى الاخصاب؟ الاخصاب ببساطه جدا، انا عندي حبه لقاح طلع المحاضرات هتلاقيها على اليوتيوب. ثواني نجيب الروابط. حاضر. قلنا ان عندي حبوب لقاح تم انتاجها من عضو التذكير اللي هو الطلع. علشان يحصل اخصاب لازم يحصل اندماج بين مين ومين؟ بين حبة اللقاح المذكرة والبويضة المؤنثة. تمام كده؟ ده رابط المحاضرات اللي فاتت. يبقى لما اجي اقول ايه معنى الاخصاب، هو اندماج نواة الخلية المذكرة اللي هي حبة اللقاح مع نواة الخلية المؤنثة البيضاء. ازاي بيتم ده؟ نيجي نشوف مع بعض من خلال النشاط. هنجيب محلول سكري مخفف، ماء، شرايح زجاجية وأغطية، وهنجيب ميكروسكوب.
هنعمل ايه بالادوات دي؟ هنبدأ قط نقطة او قطرة من محلول السكر المخفف ده على الشريحة الزجاجية، ونضع عليها حبة لقاح او حبوب لقاح، ونغطيها بغطاء الزجاج. هنبدأ نكرر الخطوة اللي عدت دي، بس هنبدل قطرة المية دي بقطرة من محلول السكري، وأحط الشريحتين في مكان مظلم دافئ لمدة نص ساعة. هنفحص الشريحتين تحت الميكروسكوب، هنلاقي إن حبة اللقاح اللي كانت مضاف ليها محلول سكري تغيير. نشوف ايه التغيير بالظبط. من خلال الشرح ده، لما بيحصل عملية تلقيح حبوب لقاح وصلت عند المياسم، تبدأ حبة اللقاح بتلزق على الميسم عشان ما تطرش مرة تانية او ما تقعش مثلا. ازاي؟ الميسم بيبدأ يفرز محلول سكري، بيعمل ايه بقى؟ بتبدأ حبة اللقاح في الانبات. حد شاف قبل كده البذور وهي بتنبت؟ حدش زرع قبل كده فول ولا حلبة ولا اي حاجة من الحاجات اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين؟ بيحصل ايه؟ اول ما بحط حبة الفول يبدأ ايه يطلع لها. لا، انا مش بتكلم على الفول النابت، انا بتكلم على الزرع اللي هو في قطن وكده، كوباية صغيرة او طبق صغير، فبتبدأ تنبت وتطلع لي صف صغيرة وجذر صغير. فده يعني حاجة شبيهة اللي بيحصل مع حبة اللقاح. تمام يا سلسبيل؟ لا ولا يهمك، عادي، احنا كلنا بنتعلم مع بعض. تبدأ حبة اللقاح تنبت، بس مش هتطلع لي بقى جذر وساقة، ما هتطلع ايه؟ هتكون أنبوب لقاح. هتكون أنبوب لقاح بيحتوي على ايه؟ أنبوب اللقاح ده بيحتوي على نواتين مذكرتين ونواة أنبوبية. كم نواة كده؟ ثلاثة. اتنين مذكرتين، واحدة أنبوبية. الأنبوبية دي مهمتها إن هي بتغذي الأنبوبة عشان تطول لغاية لما توصل البويضة، والنواتين المذكرتين بيشيلوا المواد الوراثية أو الصفات الوراثية للنبات ده. تمام؟ يبقى عندي نواتين مذكرتين وواحدة أنبوبية. بيحصل إيه بقى؟ بتبدأ النواة الأنبوبية دي تغذي الأنبوبة بحيث إن هي تطول، تبدأ تمتد داخل القلم، تنزل من الميسم، تبدأ تنزل في القلم، تطول 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 لغاية لما توصل فين؟ توصل للبويضة من خلال فتحة النقير، فتحة كده في المبيض. عارفين زي ايه؟ زي البيت كده، بنقول ان هو ليه باب، فالمبيض له باب، الباب ده اسمه ايه؟ النقير. فايه اللي بيحصل اول لما يوصل في الانبوبة بتاعت حبة اللقاح عند النقير؟ يبدأ يتحلل، يبدأ كده يتفتح شوية، تندمج واحدة من النواتين الذكريتين بنواة البويضة، مكونة ايه؟ بويضة مخصبة او اللي بتسمى الزيجوت او اللاقحة. الزيجوت او اللاقحة دي بتبدأ تنقسم عدة انقسامات متتالية عشان تكون الجنين داخل البويضة اللي احنا بنسميه البذرة. في نفس الوقت اللي كانوا فيه البذرة، الغلاف جدار المبيض نفسه بيبدأ ينمو ويكون الثمرة. حد كان مانجي قبل كده؟ مين أكل مانجي قبل كده؟ لما باجي أكل المانجي أنا باكل إيه وأسيب إيه؟ بالظبط كده، أنا باكل الثمرة
والبذرة اللي هي اللي بتبقى في النص دي أنا بسيبها. البذرة دي هي الزيجوت أو اللاقحة أو الجنين، والثمرة اللي أنا باكلها اللي هي مين؟ اللي هي المبيض. وضحت كده؟ فين المبيض وفين ازاي؟ طبعا الثمار بتبقى مختلفة فيما بينها، يعني في ثمار أنا باكل البذرة وبسيب المبيض، زي ايه؟ زي البسلة مثلا، أنا باكل بذور البسلة اللي من جوه، لكن القشرة الخارجية اللي من بره دي اللي هي المبيض أنا مش باكلها، مش كده؟ ولا حد بياكلها؟ وفي أحيانا ثمار بيكون فيها أكتر من بذرة، وفي ثمار بيكون فيها بذرة واحدة، صح؟ ثمار فيها بذرة واحدة زي ايه؟ زي الزيتون، زي الخوخ، زي المانجا اللي احنا قلنا. في ثمار بيكون جواها أكتر من بذرة زي الفول، زي البسلة. يبقى دي ايه سببها؟ سببها ان المبيض بيكون محتوي على بويضة واحدة، فبينتج ثمرة جواها بذرة واحدة. لكن لو كان المبيض بيحتوي على أكتر من بويضة، هيديني ثمرة جواها بذور كتير زي الفول وزي البازل. واضح كده؟ نيجي نشوف التدريب ده. يبقى ما الذي يتحول إليه كل من جدار المبيض وغلاف البويضة بعد إتمام عملية الإخصاب الذهبي؟ بالظبط كده. المبيض يتحول إلى ثمرة، مبيض من بره، غلاف المبيض يتحول إلى الثمرة، وغلاف البويضة يتحول إلى البذرة. تمام تمام يا شباب، تمام. ده التكاثر الجنسي، وعرفنا مراحله. نيجي نشوف النوع الثاني من التكاثر في النبات اللي هو التكاثر اللاجنسي. طيب احنا قلنا التكاثر الجنسي بيتم عن طريق الزهرة. التكاثر اللاجنسي ده بيتم بقى عن طريق أجزاء من الجذر. المبيض تتحول إلى ثمرة، والبويضة تتحول أو البويضة المخصبة تتحول إلى بذرة. ممكن بعض النباتات تتكاثر عن طريق أجزاء الجذر أو الساق أو الأوراق أو البراعم اللي احنا بنسميه التكاثر الخضري. التكاثر الخضري يا إما بيكون طبيعي يا إما بيكون صناعي. طب التكاثر الخضري الطبيعي زي إيه؟ ببساطة جدا، زي إيه؟ نشوف الطرق بتاعته. التكاثر بالرايزوما، الفسائل، الكرومات، الدرانات والأبصال. هناخد التكاثر بالدرانات بس. زي إيه الدرانات؟ الدرانات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جذر زي البطاطا، أو ساق أرضية زي البطاطس. الدرانة دي عبارة عن جذر زي البطاطا أو ساق أرضية زي البطاطس. بيتكاثروا إزاي دول؟ لو أنا جبت بطاطساية وسبتها كده فترة لغاية لما بدأت تطلع، حد جرب في البيت بطاطس كده واتركنت في التلاجة مدة، بعد شوية بيلاقي حصل لها إيه؟ بالظبط كده، اللي هي طلعت كده حاجات خضراء دي بنسميها البراعم. فانا لو جبت بقى البطاطسايه دي وقطعتها بحيث ان كل حته موجود فيها برعم، بدات ادفنها في الارض، بعد مده هلاقي ايه؟ ان كل حته من اللي انا دفنتهم من البطاطس دي او البطاطا بدات تطلع لي نبات جديد. ده التكاثر الخضري الطبيعي او التكاثر بالدرنات. سهله خلاص. يبقى ده التكاثر الخضري الطبيعي، قلنا التكاثر في الدرانات اهو زي ما احنا شايفين كده في الصورة. أجزاء البطاطس زرعتها بدأت
تتكاثر تكبر، كونت لي درنات بطاطس جديدة. نيجي نشوف التكاثر الخضر الصناعي. أول طريقة من طرق التكاثر الخضر الصناعي اللي هي التكاثر بالتعقيل. إيه هي العقلة؟ العقلة دي ممكن تكون جزء من جذر أو ساق أو ورقة. جذر أو ساق أو ورقة بيتقطع من النبات، الهدف منه التكاثر. القصب واحدة منهم، تمام. الشائع ان هو مستخدم اكتر ان تكون العقدة دي عبارة عن غصن بيحمل عدة براعم. ساكنة فين يا ايمان؟ بلدكم ايه يعني؟ ماشي تمام، انا ما اختلفتش معاكي صح، انا بسأل بس عشان حاسه ان هي ليكي علاقه بالزرع وكده يعني. طيب نشوف ازاي بيتم التكاثر بالتعقيل. لو انا اخدت عقل من نبات زي العنب والورد او القصب، بدأت ازرعها في القصيص، علبه مملوءه بالطين بحيث ان البرعم يكون ظاهر، هيحصل ايه بقى؟ انا هبدا ارويها. لا تجدد ايه بس، هي تبدا البراعم المدفونه في التربه تبدا تنمو وتكون المجموع الجذري. البراعم اللي هي ظاهرة فوق سطح الأرض تبدأ تنمو وتكون المجموع الخضر اللي هو الساق والأوراق والأزهار. بعد كده الشتلات دي بتبدأ ناخدها ونزرعها في التربة اللي هي الأرض الزراعية الكبيرة وتنمو وتكون نبات. ده بالنسبة للتكاثر. طب التكاثر بالتطعيم ده ايه بيحصل فيه؟ طب احنا قررنا نخلص يا احمد ومش مشكله دلوقتي الاسم يعني، المهم ركز معايا بس. التكاثر بالتطعيم بيبدا انتخاب فرد يحمل اكتر من برعم، يوضع على فرد اخر يحرك بالاصل. في عندي نوعين من طرق التكاثر بالتطعيم، تطعيم باللصق وتطعيم بالقلم. تطعيم باللصق ان انا ببدا اجيب البرعم الاصل ده والزقه على البرعم الثاني اللي هو انا عايزه اطعمه بيه. ده زي اللي بيحصل في المنجل. تطعيم بالقلم ان انا ببدا اجيب البرعم او الطعم ده واغرسه زي شكل القلم كده في الأصل، زي اللي بيحصل في الأشجار كبيرة الحي. ده التكاثر باللصق أهو، شايفين؟ ده التكاثر بالقلم أهو، ده الطعم أهو شكله عامل زي القلم وبدأ راح غرسه أو لزقه أو طعمه في الأصل. في الحالتين سواء التطعيم باللصق أو بالقلم بيتم ربط الطعم والأصل مع بعض بإحكام، بحيث إن الطعم يبدأ يتغذى من عصارة الأصل وتبدأ تتكون ثمار من نوع الطعم. علشان كده لازم التطعيم يتم ما بين أنواع نباتية متقاربة زي البرتقال والنارنج، هم قريبين من بعض، دول ينفع يحصل لهم تطعيم. تفاح الكمثرى، الخوخ مع المشمش، الأنواع اللي شكل بعض أو شبه بعض دول ينفع من بينهم تطعيم، لكن لو مختلفين ما ينفعش يحصل التطعيم. آخر نوع من أنواع التكاثر الخضري الصناعي اللي هو زراعة الأنسجة. العلماء استحدثوا طريقة جديدة علشان يحصلوا من جزء صغير من النبات على أعداد كبيرة منه
بتشبهه تماما، يعني ممكن ياخدوا نسيج صغير بالنبات ويهتموا بيه في بيئة معينة، يبدأ النسيج ده ينقسم ويتكاثر ويكون نبات يشبه النبات الأصلي بالظبط. العملية دي بنسميها عملية زراعة الأنسجة. يبقى أنا لو قلت كده إيه معنى زراعة الأنسجة؟ محدش عارف؟ زراعة الأنسجة دي هي عملية مستحدثة يتم فيها الحصول من جزء صغير من أحد النباتات على أعداد كبيرة منه تشبهه تماما. تمام كده؟ وكده ملخص الدرس، راجع كده مع بعض بسرعة اللي احنا أخدناه النهاردة. قلنا إن التكاثر في النبات بيتم بطريقتين، جنسي ولا جنسي. التكاثر الجنسي بيتم على خطوتين، تلقيح وإخصاب. واضح المخطط؟ مخطط واضح؟ طب الحمد لله. يبقى عندي الجنسي بيتم على خطوتين، تلقيح وإخصاب. التلقيح قلنا نوعين، ذاتي وخلطي. التلقيح الخلطي فيه 3 طرق بيتم من خلاله، بالرياح، بالحشرات، تلقيح صناعي. التكاثر اللاجنسي في عندي طبيعي وعندي صناعي. طبيعي قلنا بالكرومات والفسائل والأبصال والدرانات، وخدنا الدرانات وخدنا مثال تكاثر البطاطس والبطاطا بالدرانات. التكاثر الصناعي خدنا 3 أمثلة له، التعقيم والتطعيم وزراعة الأنسجة. خدنا كمان جنس الزهرة، قلنا إن هي في عندي ثنائية الجنس اللي احنا بنسميها الزهرة الخنسة، وحيدة الجنس في عندي يا إما مؤنثة يا إما مذكرة. تركيب الزهرة قلنا إن هي بتتركب من 4 محاور أو 4 محيطات زهرية، الكأس بالترتيب من بره لجوه، كأس سويج طلع متاع. ده الدرس اللي احنا أخدناه النهاردة. قلنا الطلع عضو التذكير في الزهرة، المتاع عضو التأنيث، الزهرة الخنسة بتحمل أعضاء التذكير والتأنيث مع بعض، الزهرة ساق قصيرة تحولت بعد أوراقها تكوين أعضاء التكاثر. بعد عملية الإخصاب يبدأ المبيض ينمو ويكون الثمرة، تنمو البويضة وتكون البذور. زراعة الأنسجة قلنا دي طريقة مستحدثة للحصول على جزء صغير من أحد النباتات على أعداد كبيرة منه تشبهه تماما. نشوف التدريبات كده. اكتب المصطلح العلمي، ساق قصيرة تحولت بعض أوراقها تكوين أعضاء التكاثر في النبات. ده إيه؟ الزهر. جميل. خلية الناتجة عن اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البيضة، دي سميناها إيه؟ دي الزيجوت أو اللقاحة. تلقيح تقنية حديثة لإنتاج أعداد كبيرة من أحد النباتات من جزء صغير منه، دي اللي هي إيه؟ زراعة الأنسجة. تمام كده؟ في حاجة صعبة في الدرس؟ تمام كده؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.